عيال ويرو وح أرك كي من ماها ووح قريه كسبها ووح قريه كده جرواي مك هدي إراها صلنا جري الهب عيال ويرو بجري الهب قريه كسبها الشيء لا قريه قريه وحق صوبها أبوكر قريه وحق صوبها عاشو قريه بلاي كسبها الليلة عمو جوال قوالها والقالة والحساب منها فيزن كانت عيال ويرو والله وقت يا وقبض الجلد يا وقبض وحد بس سيد الجلد يعني حرقة لو هني لا الدمويك قبل كمان الجلد يعني لو بدور ما وكان كده بدور الشوم وقول ما أنت صندوق صنع مكس معد صرت بنت له وعقب هني وكليه ضدك وحل سعران دونه أم بيك وحرنتها شخصي سكستو وأنا سيني هاي هدي ومحوها درا ولده وكليته ضد عن يعني محوها درا ولا إهان أما بعورك قركلة دعاية وحويان ووحبذ لقى ما في لناية شعب جولك بنادر وكدريم كفتي يعني قابك أسودوين قابك وفرح صناعين يوسيد الموقف اللي من حمينا جمهورية صومالية إن ومنطقانا يعني أصوب على جول كان قف منطقانا يعني سكوا ذكر سكوا هين كر يعني هذا الذي يسيح حقبت كيسة اسوافق يعني مرك شيخ يوسف هذا الذي يسيح حقبت كيسة قف هور اسوافقين واي هاي قف هذا اسوافق دولان ورجينا من أخوانا ميرا هو قبل مكان اسوح كمي ضد كان سياسيين تايا وكينا يا ضد كلا وعن شقاد اهل وهاي وقف كم مجع قبيل كان وهو تا ودجمنا قبيل هبل هذي الله هاي القبيل قبيل هبل دجمنا لسنين جاي مجع قبيل كم وتعرف كان أمامكم يا أنا ماشي وقلت يا تيشان التعليم تاع أسامة معطل وقف لي أمامكم مسجد وقصنا شل مركو بحاي مدالي ودوين كم يا أنا يعني محتوي عاصف غير مرايسي كيف صوبها ولو ذاك اللي ما محتوي غير مرايس حتى وأرد حالة الجتماعي يسكو شو التيسيرية أمامكم يا دوين كتير ما رصحتها وحصل إذا المرت بدونها عركت أسوقها استوحب في ميدا رجينا عركت أسوقها استنوا كلنا عن صاحب يالكوسو دوادا دود الشبل عاوحان كوفا لنقين دونا إزبدل كنوان لغو سميه هقان كمامل كقبل كبنادر محو كسو كردين يا محو سكبدل يا عرميه التاقناء وعيقيب كأهايين لليلة فربضان وكي إيمان يدن كأمان كودوين كأوحرا إيولي با دانيارو لغو مقعدري عيال ويرو الدقموين كقار علاس فربضان كوهاي وحبرشاد قبل كبنادر ايا دليل ايا دو قرده ايا اي كجرتي يوسف حسين جمعالي مدالي ايا قدوميها وحا امك عابي مدحوينها فدرال كاي صمالي حسن شيخ محمود واماركي لباد يوسف مدالي وصونا قوني وقانك قبل كبنادر نو قبني انك استوى اي دي منتهي كحوغيان ندا قدونك قبل كبنادر هادنا قدونك قود اي قبلكو محوح كقبان كرا اسبدن لاو سمين كرا قلب كاس ايان دود عاوة كفلنقين دونا وحي لجوغا عبد الفتاح إبراهيم عشرة قويان صوماليين لن يرادا السياسة دقاد أولا فقورتا أكتفيستا لنا عكلا وحا لجوغا محمود محمد موسى أو إساقنا السياسة دا كفلنقوضا لن يرادا اسكوحيران سياسة دا أبابو الشنقيبكا آدا ندين سؤال وينيا مركا هوري لك حكتا عبد الفتاح عن كوب اللابو عبد الفتاح سيقود اسبدل ككوي من قبل كبنادر انت أنا أقلم شيخ يوسف حسين جمعالة كم عصبة إن ونقد قدونك قبل كبنادر محل غير قلنا أما صنف هاي علي أديجي بعد الشغل التي في وهذا السلام يا أنا من كيوم هذا علينا عطاطا قرطة بدن يا دعاو إن هو مرتقاتين إن أنت سكنتي بشيخ يوسف مدا إن يوسف جمعالة مدالي إن قدونا عصبة قبل كبنادر دبعيا إن قدومي هو قبل كبنادر وسوى هنجري بدحينا خد الجوية بدحينا حسن الشيخ محمود لأننا عروا صورة الشقية معي إن دبعية محلو الشيقة حيلي سهرة وشقة الجوية إن شقة أكتف قواها وفي الفرعون وفهم في على شقة كيستيك ودويك وجوية نواح بضان كخفطي إن اسمه وقلاته وحاريوة ولا وحصو استوحا كمينا دلك هذا حل دولار كوبش مشروع لها وشقة في عمو كخفطي مركنين اهتمام بدن سين جريد بوليسك مقالة انو يها وغو حصوصتا ان انت بدن وحن شيء عندك انو يهنين افقابا وقاد انت بدن شخص فوكس كوصارو عن اهتمام كبدن شخص السيا كبع انا لحين وددك عن كل علم وكل عيسى عن بدنين لكن من شخص يسي قانو وكسو بيحي كاراك باسي تيجي احان لسان فهم في عن قولك بنندل كاستو انو يها وغو شيء واي واما سنتا سكو بنا احي توسان اقلينا مركا محمود
سدح سنة قبل كواحة وقامين يي عمر فيلش واح بدن وقبطي واح بدن وأجاسمي ولينا قابس هجري أنكهر مرنو أمانك أدرس مركز سميسو ودوين كانوا واحرين والإسكو موجود بكرة حدنا أمانك سيد الربي بقولكي وبقول معه maamulka ka cusub ee hadda gobolka u yeeshay ee gudoonka ugu sareeyo ku xigeenada inkastoo aan la gaarin maxaad isleedahay wax way ka bedeli karaan hanaankii hore amniga loo sugay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استر علي عديده iyo bahda tv ga shabeel wa salaamaya iyo umada soomaaliyeed ee daawanayo hadda ugu gudbo su'aasha ay weydiisay سبب أجنهاي دولة الصومالي اسبدل جودة كل عي مذهبين عصوا على الدورتي رئيس وزراء عصوا على الدورتي حتى القدومية جوا الكبنات الآن دوقي ميالات مقدشو محوها أسبوعي ذا جودي يسمى لونا واقع وحل كان لوريجي طبعا وفلنا إن شاء الله إن محوها اسبدل موقضو رنك أمنية يعني لقب بدلو ما دام gudoomiyaha gobolka iyo tiimka dawladdan cusub oo fareeshka ah yaani maadaama afarta sano u dambeysay dad xog ogaalay ahaayeen oo yaani horena waddanku soo maamulay waa rajaynaynaa in muxuu ahaay wax la taaban karo oo individual yaani aad iyo aad mutaqaanaa muxuu ahaay umada soomaaliyeed inay ku dirsadaan dhanka amniga deedta iyo dhan kaste waa ka wada rajaynaynaa insha allah waa mahadsan tahay cabdifataax aragtidaada ka waran maxamed wuxuu yiri maxamuud wuxuu yiri madaale maadaama uusan ku cusbeyn gobolka wax badana laga filayaa in ammaanka uu kusoo kordhiyo xilliga hore uu soo shaqaynayeyna aada baa looga warqabay maxaad qabtaa adigu aliyu horta waa inaan mid horta niyadda ku ahayna madaale wuxuu fursad labaad u helay mar labaad gobolkan inuu leeliyo ama isaga gobolkan inuu gankiisu qabto waxaana filayaa wuxuu ka mid yahay hadda waddanka afarta shaqsi oo ugu sareysa waddanka markaa fiirisid inta badan dadka hadda gobolka kusoo noqday xukunka waa madaxweyne xashid maxamed xukunka mar labaad kusoo noqday gudoomiyaha aqalka sare xukunka kusoo noqday gudoomiyaha baarlamaanka xukunka kusoo noqday isagana hadda wuxuu fursad u helay inuu mar kaleeto xukunka kusoo noqdo marka waa jaanis weyn oo aan qofka inuu helay aada u adag tahay bacdaba markuu jaaniskaas uu helay xukunkana hore uu joogay shalay wixii qaldamo uu yaqaano maantana fursad labaad uu helay oo hogaanka gobolka banaadir uu fursad labaad uu helay waxaan isleeyahay waxyaalaha hor yaalo inuu garto oo garooshiyo fiican uu ka yeesho waa wuxuu ku qasbanaan doono dabciyan weliba filashada ee dadka kaa qabaan markii aad tahay qof cusub oo hogaanka ku cusub inta badan waxay dadka kaa filan karaan waxay tahay sanadaha ugu horey ama bilooyinka ugu horey inaba adigaba inaad shaqadii fahamtid ee waqti kaa qaadan karto laakiin hadda bacdama uusan isaga cusbeen oo shaqadii hore u yaqaanay wax hadda loogu fadhiyo oo ugu horey waxa waaye in wax muuqan karo oo taajibad ah gobolkan banaadir laga qabto wax looga fadhiyo waa aragnay laakiin ma u malaynaysaa in wax ka bedel uu ku samayn doono maadaama qof cusub uusan ahayn si fiican wax iska bedel badan uu samayn doona dabcan gobolkan sida aan la socono dhibaatooyin badanaa ka jiro xagga hadday ahaan leed cabashooyin badan waxay ka jiraan musuqmaasuqa gobolka waxaa lagu sheegaa meelaha ugu badan musuqmaasuqa ugu badan soomaaliya uu ka dhaco marka bacdama maqaam aysan lahayn magaalada neto inta badan hogaankeedana doorashada ku yimaadaan taasi marka waxay fududeysaa in qolada hadda xukunka jiro gobolka sida ay rabta iskaga maamulato madaal waxyaala loogu fadhiyo waxaa ka mid ah in dagaal badan iyo juhdi badan ku bixiya in magaaladan maqaamkeedii helo loo deegaano magaaladan ay dadkeeda soo doortaan la helo magaaladan iyo canshuurtii ku tirada badana laga qaadaa dadka canshuurta ugu tirada badan laga qaadana magaalada neto waa in wax lagu soo celin kara canshuurtaas ay jirta dadku looga caafimaada inay helaan looga marka howl culus oo aan la iska indha tiri karin ihtimaamkeedana uu badan yahay weliba asaga xaggiisa kusii cuslaan doonta bacdama nin hore usoo shaqeeyay uu yahay oo hadda xukunka aan ku cusbeen loogu fadhiyo marka shaqadii hore usoo qabtay wixii gaabsi ka noqdan uu yaqaano waxaan hadda gaabsiga ka ahayn lagu fahmi karo waxaa loogu fadhiyaa shaqooyin culus ammaanka magaalada meesha ugu tagaa dee shalay taagan tahay asaga maanta loogu fadhiya ammaanka inuu isbedel uu ku sameeyo shalay markuu baxayay madaale wadooyinka magaalada neto madaxtooyada caasiga hormaraya sayidka kasoo baxo holwadaa ka yimaa madaxtooyada hormaraya hadda waa aragta xaaladii jirto magaalada isku socodkeeda si weeyaan
أمانك دباتوين كتاعي وعلى صعطة وحاسو إذا المرك قدومي أنه أركت أصو كهست وحكم في مدى الرجينة أركت دو كهستا هوشا ويتربى دانتهاي إن أمانك وحلا قابتو ودوين كلا فرودتك علاسك لقدو القادو وحبر الشدي والد دادجي حلي هوري سيد الربا لقاييلو ودتك قبل كبنادر اسكولات فري أهلان أمسي هجو أهلان وقوبع عفمات أهلان هوشا آدي أبضان تاي محمودو الشيخ يوسف مدالنا وأننا تقانو عجو فتاح وحوير انتاس بأسع الله وفق ليا ما أم لا ينسى انتاس ننكسو بيحي كرا وعفمات كي ودوين كي أمني كي وحبر الشدي نن اسكولي كرا انتا هوشا نكسو بيحي كرا هدو هلو قدون كقيبتا لمنك وحيقين ندي ساعة هاي على ما صنت هاي شيخ يوسف وانا الحقوقالة وانا دي ما ملكني يقانو نهورنا ما يرك المجالة دهر أصوى النقضي أريمها سهرتبينتا له وحي أباهين أمكليه ضدك وحل سهران دونو أمبيكو حرانتها شخصي سكستو أوان عكسيني هاي هدي ومحوها دراولادو وكاليتو ضد عن يعني محوها درا ولا إهان أما باورك قارك لا دعاية وحويان ووحبضة لقى مفي لنعاية لكن هدي إلهي كون مدرنا تيم حوها ددكي يعني قبرة داس لها وصوحشو هدي إيجاي سمياليهين هدي محوها قدو ميال دقموينيهين هدي نوع والبو يعني شقادة عسيق أطالو لقبالة هديهين وحا يعني هرطالو شيق يوسف إن وصوحشو ددكي نوع عساه وأرماسك لشقي لها هدي سيدي واي هو لا أركي جري يعني قفك أما الوصو حشم هو هاي قاب عن ثعنين واحد بدن اسمه من بدري كلا نعم مثلها بس هدي ضد أقوي هن سوي جيد بسل لو جبت مع مولد كل الدول وحويان هر مرة له تابن كر جوال كبنادر يجودهان ومحوها صومالي ضد كي رسم جاي هدي مع ملك لو فرح على قصاره حا مثلها واحد بدن هي جاي يعني واي قدومياش تيجي مدى سوا هذا القاعدة ورجع هوش فلنا هي تضبي تمنك قبل تضبي تمنك دجمو قبل كبنادر هذنا وح قبلها للي هي ولي دلكو أفر دبيع شنو وحقوق هي بصدا أفر دبيع شنو باش تعالى قن عنتي سياسيين تو باش تعالى يوسف مدالو أن دارش كو إيمانه وما جعابس باش كو يمد كحيجان ندي أي قال في تركوا الأوبشن إسكو حكله أنت أسبق من نقوم كران عقبات كور استاكت يوسف مدالة قدوميها قبل كا مت طلابة دي والربعين وقاضوا بدل أريد وصح ساشيكتي و 4.5 كا دباتو قودو جرتو واي لكن أيضو أي جرتو أي 4.5 كا دحيسو حالا سو دحولان كرا شخصيات هوشي يعني أقلمو و إلهي كون مدرناتي مامولي قانه هرو أسو شقيه محوها أرنت الهو آميني كرو ضد أمانة له إنه هلو ضد أمانة له حانك ودا يعني قف كمركي مامول أو قبطو وإن ودي هاي قف عن كيف كارينين ضد كان كشقي سي كيف كراي وضد كم أشقي لغونا حشو قفك يعني سيفي جيس دنبي لغو حشو وحقبت كيس سياسي دهور لغو حشو قف نمديس إيتايديس لغو حشو مركا أيضاً 4.58 هاي أو دي دجموين كي يحلل كي نوع والبول هو قيمنا قبيل يا هدنا محوا قبيل كا وحلا جلس نحبه كرا ضد كم مدنان تله ضد كم مدنان تله نوح كورا ضد كي أقانت ولا هاي يعني هوشاس مركا دي أنا هاصل في ريو أنا وجود بدونا واحد قبل ما هن محوا 4.5 كان قول دي أنا وجود بدونا لكم شيخ يوسف اللي في تركيز وعينه قرشة قصي الدرس ذا قدومياش وصوم مجعابايو إنه متقن أيهين كوا جالسين يا مدام مدن كل جاي وإنه قال محوها قفي عض قفي عض وإنه كسر باللابتة دجمون كوا إنه كسر باللابتة وإنه وحيه كسر باللابتة وإنه درسين تي هاله هرتمين تلا جود هل صار باللابه ويعني قدومي ساس كسر بحكره وصوحه شا سين متقن دجمون كي وحيه قدومي وحيد كدورش أوجي ماذا قدومي واحد كدو دورشو كوي مال قدومي هي دقمة دوي سهلان إيسا إنه دورشو كوي مال قدومي هي دقمة إنه كدو دورشو كوي مال إيه قدومي هي قبل كبنادر دق مال إيه دورشو كوي مال إيه ساسة أسعون إيسا بك مركا هو لها سؤال أنه وحاويان و وضيك فكير دول إنه يهو رجيل ناشي واي عد فتاح عن سينا عد فتاح سؤال شان محمود هدو قاب كاس أوليجي سيدا أوليجي الهايد شيخ يوسف إنه عقوبتك ونقون كران
وهو الرئيس إن لنا صار دورتين وسنة هاي إن لما جعابي دقموني قافل وصل حلا لي قانو هاي. أنت قدومين قولك بناني هو الخدمة العابدة وقول معنا قولي سينفر وحال قادل وأركان دونتا صوته حاوة قفك أكسس بضان مهيستو قولتك الكرايسس بضان أو غفورة قفك عبس قليم بضان جرتو سياسيين بضان وإليت أهو مضاحدين كان قلوبيين لغاية أوا وبغتين كي قلينا وكو عبس قلينا يو قفك حرمو أهم شقدي سو انترفيشن تاقو فرق بضان ترقلين تأدو ترق بضان يسو انتا سو إسارو ستمركو حيكيني سا قفكيو قعماء كحر حرم هوشي عادتا كلسوني بضان وقابو أصلا مروا بمركز كدية إنه ضد كلاتة إليت كسياسة ده إنه قنع يدرت وحش وسهل نيت إنه قبطوا كريدة سياسة ده وكل لا سمعت وقسم إنسان لا أيام سور جل إنه قبطوا صوت هو إنه حواي ضد كقهر رئيس سياسيين تاع أو حسمينا قف كان بريشر في ربنا على مفرع مركز نيو حسن الشيخ محمود حكومتي سا أنت هذا صومالي رجل في عن كخابو وأخوين كي يكون جيران ودك كم دونا الصوماليين الليت كي يكون جيران وحيلا حشيق محمد عبد الله وقع عندنا الدولة دي صحية تاعي أفرطان صار صوص عطو مجال هذا يمقام كي يصير أمانج كري مجال هذا حقيقة ترمك هم ترى الشيء مجال هذا وبدن عشورته وبدن كسر حرطواي بابليش ترب بدن أقولنا مجال سنتر صوماليا ده عاصمة دمرد الصوماليا هواي إن مركب قدوم كذا يهجم كذا مرة بمجال بس يكون مالا وح مجال سمعت يدو قرح بدل معها حكومة الجوكتنا حق قرح بدل معها مركة هدي مجال إذا القيادة قال قد عفا أو صار رأي سريع لستي قال والله تعامل مجال ما خم كذي ما هو مش أقوى وقام كذي نضار شو كذي ما دوا شو مدال يوسف مدال إنه حلو فدا جدار عصب جوال كمان وينو فهمه فرصة ده أنا قلنا سوا مرتين هذا كان سياس درت الصيع على جرب إنه ما لحد القوقم عيو إن مجال إذا تقوله يدديكان كذار شو كذي ما دا وقدومياشو اللي دقمين كدورشي كوي مادا وهوغان كيدا قبل كبنان ترمي او دورشي كوي مادا ميال مركا دي كريدت كاس او كتارو انتكال حتى دوس وحفاك قبل تاسا وحقوة اوور دونتا ايميج وين او مدى صومالي اقوة حسوسا دونتا رسبط حشمد وين او كهيري كبنان عاد افتاحو محمود وحوكا دواجي عقبضاها هايستا دولكا قود اهان ويكجران انا ابدا ادقنا قبل كبنان در افر دبع الشنوار gudoomiyaha markuu magacaabayo degmooyinka gudoomiyashooda culaysadka u badan midaawe sida hadda la sheegayo muqulo muqareysa marka in 4.5 isaga qudhiisa hadda aad leedahay talaabooyinka uu qaadayo muhiimada koowaad ha gaarsiiyo inay caqabad ku noqonayso u fiirso 4.5 lagu qaybsada la yiri 4.5 qabiilkan gudoomiyaha degmada iyaga iska leh hadii gudoomiyuhu u raadiyo qof u qalba aqoonteeda leh oo kartideeda ka soo bixi kara qabiilki lahaa degmadaas oo ku magacaabnaan rabin oo nin iyaga ay rabaan oo ay ku fulan waxaan ka hadlay elitkan siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya gaar ahaan xukunka barkii yimaada dadka elitka siyaasadeed ee intee sameysmaan حكم كده جداشي سكما مر عقبض وبدنا الصومالي بروبلم وكهستوا إن حتى سداس الشيء يصير هدي قدومي وسكدي لا حتى وحتى جبل موخن كرين وقبط حتى عقبض ما يلاه وبدنا وكهستوا حكمي ضد كان سياسيين تاع يا وحكينا يا ضد كلا وعن شقادي أهل وهم وقف كم مجع قبيل كانوا هو طا دجمنا قبيل هبل هذي الله هاين قبيل هبل دجمنا لسين جري مجع قبيل كوا وطا قف كان لكن كباستيغ لو باهنا دغمدا لوغو مانيج غرين لا ما جيرتو سو شقوين كي دولتو خا اسكا نوقدي ماركا واخ شقا ابورا واخا ليهي ريهبل نيو هبل اجوغا باغ مونتا اي غدوميا دغمدا ما لا رادينو ماركا غدوميا دغمدا واخا لو كاين شقا ابورا لو كاين ريرتو ميشا شقا ابورا او كان سدين كباستيغ لو دغمدا او كو خاميل لا ما جيرتو هولي دغمدا او باهانتا ما يقانو فهم في عما كايستو هدا ترا دغمدا لوغو سو مغعاواخيه كا كوبانتا ايشك هنگ خاتیز قدومیاشو حالی واحید دکمه که کوبان تحت میگانه دکمه دو حالی اون اینو صبکون ولیم آنها کاره تهیه لیگی کاران کاران محکشی کرانه مرک فهم دکمه دی ما با که هست ولی ولی ایوده دکمه دی علی مگه عال قدومی علی گن دکه
degmadina barta waqti ay qaadanayso degmadu waxay yihiin inaan barto dadkeedu structure-keedu sidoo yahay inaan barto take time waqti ay qaadanayso marka qofkiyo marka ehel wixii u laheen oo aan faham fiican kaysina meesha la geeyna gudoomiyi marka fadhiido noqona gudoomiyi sare marka gobolka banaadir hadii ragga ka wada shaqeynaya ay la fadhiyeen ay iska fadhiyaan oo shaqadiisa waxba qaban karin asagii keligiis marka waxba ma abuuri karo marka sababtaan u leeyahay meeshan in golo deegaan oo xor ah la helo waa oo dadka intii sanduuq loo soo dhigo oo dadka degmada hodan degan iyo dadka wada jir degan ayaga xor qofay u yihiin oo sanduuq ugu rideen ee afkaartiisa ku qanceen ee waxqabadkiisa ku qanceen ee waxa uu jeedinayo leeyahay degmada waa ka qaban doonaa haddii aad dooratiina intay ku qanceen ayaga ee kansadeen oo biri lagu eed la'aan karo inta laga helay magaalada dhibaatooyinkeeda waa iska badnaan doonaa guddoomiyahana lagas inuu ka tago waa adkaan doontaa marka hal arrin leeyahay ku dadaala aniga dayda madaan halkaas arrinna waxaa waa walaalow waqtigaaga ugu badan iyo juhdigaaga ugu badan waxaad gelisaa sidii golo deegaan oo xor ah loo heli lahaa oo degmooyinka gobolka banaadir golo deegaan loogu dooran lahay hogaankeedana doorasho ku imaan intaa sanduuq sameyn marka sumcad waayahay maxamuud banaadir gobolka degmooyinka waxaa caqabad ku ah ciyaal weera wax la yiraahda weliba weera marka la dhagax halas waxa saada dadka waa dilaanba sida hadda wararka lagu helaayo dad tooray lagu dilay maqaraa dad lagu dilay see loo maarayn karaa ilmaha weerada ah ee degmooyinka dhibka ku haya sheekh yuusuf see kula muuqataa horta waxaa ka horeyso daraasiin guud inuu sheekh yuusuf sameeyo inuu guddi sameeyo guddi usaaro ayaal weeradan barnaamijkan ma barnaamij la abuurayaa suuduu ku yimid ayaal weerada halkee naga soo galeen intay kasoo bilaabmeen intay kasoo askumeen waxaasoo dhan daraasad in la sameeyo soomaalidu waxay ku maamahdaa war helaa tala helo markii yacni talooyinkaas la helo ciyaal weerada qaabka lagu manaaj garan karo way fudaanaysaa laakiin nuus ciyaal weero ciyaal weero intay ka yimaadeen ciyaal weero meeshay ka yimaadeen iyo ciddii ka dambeysay iyo sababta ka dambeysay horta exercise-kaas inuu qaato waayo oo muxuu ahaa yacni soo baaro kadib markuu soo baaray kadib waxaa imaanaysa xalaa imaanayso marka ciyaal weerada qaababka isleeyahay dii yacni markii lasoo baaro xogtaas kadib qaababka isleeyahay waxaa ugu fud in degmooyinka horta iska warqabaan degmo walba maxay ahayd dariseen la sameeyo wax walba laiska warqabo tirakoob guud oo jiro guryaha ay la maraysan yihiin gurigaa inta kumeel la ogyahay inta qofooda kasoo kacday la ogyahay guddoomiye waaxeedka muxuu ahaa guddoomiye waaxeed lala xisaabtama uu yahay guddoomiye waaxeed guddoomiye laameedkiisa waa inuu la xisaabtama ilaa heer tabeele lala xisaabtama ilaa sagaal guri laiskaga warqabaa sagaalka guriba guddoomiye la sameeyaa yacni ummadda iska warqabtaa wixii degmada kusoo kordha laga warqabaa ciyaal weero wax arki ka yimid maaha waa wax guryahay kasoo baxan waa wax guryihii ku dhex jira waaye marka haddii ilahaasoo dhan jiri laheyd ciyaal weero maba jiri laheen guriga kasoo baxay sheegi lahaa guriga wuxuu kasoo baxay abuukar guriga wuxuu kasoo baxay caasho guriga heblaayo kasoo baxa lalehi lahaa cunuga waa la qaba lahaa waa la ogaa lahaa waa lala xisaabtami lahaa riisan kaleto ciyaal weero keenay waxaa waaye baagamuudada waa dhalinyaradii oo habsaantay waxbarashadii hoose dhexe ka habsaantay wax aan baranin waalidiintii oo muxuu ahaa ciyaalkoodii aan muxuu ahaa xil weyn iska saarin ciyaalkii iska baaga mudeenaa 15 sano 14 sano 16 sano uu jiraa waxoo qabta ma lahan ayagaa isku imaanaa marka riisanadaasaa isleeyahay marka ciyaal weero way ku abuurmeen marka arrimahaasna in la xaliyo ayagana mataqaana qaabka lagu baabi'in karo ciyaal weero qaababkaas waya cabdifataaxo sanadkii ugu dambeeyey ciyaal weeraha dhib ku haya degmooyinka gobolka banaadir oo waxaan ognahay xaafado in lagu qaxayba lagu guuray dadna loo dilay iyada dhexdooda waa isdileen xalkooda soo kula muuqdaa nin horta ciyaal weeradan sida uu sheegay saaxiibkii aniga la qabo horta kow cilm baaris in la sameeya waxaan horta xaggee kasoo askumeen marka kuwaad in la ogaado waa muhiim aniga waxaan qabaa waagi hore ciyaal weero waa jir jirta laakiin saan uma jiri jirin ciyaal weero iyo ciyaal xaafadeed waa lasoo wada qaabkay ahaan jirtay iyo qaabka hadda ay ciyaalkan u tacaamulayaan waa farqi weyn aniga ii muuqda shaki badan waa igu jiraa sababtoa waxay tahay ciyaalka hore waqti yaroo kooban laba ciyaaloo laba xaafadood kala degan ayaa dhagaxaan iyo waxyar intay isku tuuriyayaan awaxay dhici jirtay mararka qaar ama garoomo kubadeed intay laisku qabsada ama wax nuucaas ama xaafad hebeland maanta soo weerano ciyaalkan soo weera wax nuucaas ahayn jirta laakiin hadda baashan taas waa ka duwan tahay aniga marka waxaan qabaa magacaa la qurxinaa ciyaal weeraa la leeyahay ma ahane magacan ciyaal weero waa ka weyn ciyaalkan hadda bangadee wataan tuuriyey wataan dadka ka hor imaaday qaraayaan
قاركود دقوين قاركوف سي كجستينا نلاشي أو نحط ده هنا مرك وحسه لما وحي هرو جري جري يا ورد اللي بيجي جري إيه واحد هدر تنجر different way حل كوزو سيح اللي هو جري كده أو ودوين كأفرن ها يوسف مدال أفرن سد حرع أفرن عيال كان وروح حلين كراسلة كو مور بقول كان بيندر كوت على سد عن كور خم سلك دقمين لهذا سلكاس دقمين الطليعي إذا بوليسا كخيب قلا ك كهور قلا أو سلكاس كترسان إذا نوليا سد عسلم إذا دقمين السيد حافظي إذا وحيد قدومي وحيدية لهذا قدومي لامدية لهذا إلا يهوسو سود قدومي طبيعي يال لهذا حدي مركدتك إسكو حر أجر وقدومي دقمين قدومي وحيدية دقمين قدومي أشي ن ن ن ن ن طبيعي له دقمينك لامه إسكو حرينهين تلي صلدكن إسكو ورخب أجر أو وده شقينا يعني أيضا كيدتك معمولك دقمين وده هيستي وحنا من سنة هاي وحفوان كرت بقولك وبقول إن عيال كانت الصعف جري كرا أو حن وحسيس عن كرابة أي سنة هن لكن علاج جرتاو حياتهن إسكورخد مجرو وقدومي دقمد قدوم واحد يد إس الحساب تكلم مرة حيان أو الشخان كلام مرة حيان دقمون كقارو حالي شيء أجلس واحد يد ولا مت حتى القدومي أش واحد يد إن سب أقوم قدومي واحد قدومي ن ن ن ن طبيعه اسمه يقان رانت اللي ما يقان wixii waxa laga dhigay jaantaaroon goormaal is arkaa markuu caalis arurka marka xaafada canshuuraha laga soo aruurina aabliska war qabaal shirto dawaad loo lagalo ma jirto waaxii gudoomiyasha meel isku xirin yi ma jirto gudoomiyi isla xisaabta ma jiro talii booliska iyo taliina wasuugada degmada iyo gudoomiyi degmada isku xirma ka jiro wada shaqeyn ma ka jiro qaar kood bismo ma yaqaanaan waxaan ugu leeyahay taliyaha saldhigan joogo iyo gudoomiyi degmada isma yaqaanaan taliina wasuugada degmada يتل يقدومين دقمد اسمه يقانام مركع على ده جروا حوار بدك يا شقوين كذا جاب ديسكريبشن محلي رام شقوين كنا قيبسين أنجر مركع إن سر رسمي أصل حسابته وأجره وقدوميها جوال كبن أنجر وقدوميو بس الحساب الرسمي أجري أجر هذا حافظ هذا حافظ وقطع بالشغل بضم واي أنت أنا من ولا ده قدوم حجينا ولا ده لبكو حجينا كل شخص وحيد دقمد الشقية طب على ياشي الشقية لامي الشقية تلي صلدك الشقية تلي نبسو قد دقمد الشقية دقمد انيت امتنا كفريستا شرق ياشا دقمد انيت هديه واحد اللي قلت بنا صون وخدان مسؤولية دا ايه خالد دونتين محامر شاقي سدحادو اصل كي وحاوه شاقي سدحادو اصل كي وحاوه حرطة قبل كبناندر سيقو تلس كيسا انو حانقابا ان قدونيها قبل كبناندر الهوزجي ومسؤولية دا أمانك جوال كبلاندر لحوسكي قدوميها مامك جوال كبلاندر أنت قدوميها جوال كبلاندر المسؤوليد أمانك سجوال كان وقدوميها كي كلام مدح بلانيين وكلام شقيين وشمبريو وهيس واي وحصور الجل كرتمتي حسابك كي أضمعي مسؤوليد عد خاطئ وانا سمت هاي عن كل نقطة محمود واحد إلى قفك سياسي جا يحل دونك أما مرك لما جا عابا وقدوميه كي سجوال رئيسة هيا لا أوكاه الله يحقبت كيس اسمه لها هذان شيخ يوسف حلوري جنتي هبين داود مركو اللووري دور وحيا بوضو قال انو حقا قبندون ما لمن نقن دونا قدونا دي كهري اسوافقي وايين هذا الجيدين تودي وحقبت كودي دور قدومي كسو قاد قدومي عمر فلش وحقبت كيس ادو في عنا سيدة للشيقة قدوم بي سندي قدوم بي وحيري قدوميه ديق مديسة قفل قد لأمن درائي كسو ييرت وأتقال أن عبد بلال ولا نجينا ويرى أيضا وتأسوي كأمنيس ما بعين هذانا مركا ما إسلام ده هاي وإسوافق الدونان هذا لك يوسف مدالة يو حقبت كيس وإسلام هندون من سنة هاي شيخ يوسف طبعا قفك مركا هرلوس وتجابي يمحو قفك عصب بهاي سالاش رجب حشو حويان و وا ديفرنس واي وقاوب كلا دوون شيخ يوسف واسلاه هي قضبو كدواجي انو حق قبان دونو اي سنه هي ما هيلي قضبو هورو waxaa jira balan qaadiy hore oo tooked hore yani marxiligi hore teeramka hore muxuu aha oo gudoomiyaha gobolka noqonayay waxyaabo balan qaaday oo fuliya jirtay marka waxa aaminsanahay balan qaadiyadan hadda uu sameeyayna kuwa fuli doono kuwa ka sii badan muxuu aha yani qof fuli doono inuu yahay وأمي سنة هاي معايا لمركي لما عاوي شعب جول كبنادر وكدريم كرتي يعني قابك أسودوين قابك أفرح صناعين يوسيد اللوقف اللي من حبينا جمهورية صوماليا
إن منطقنا يعني أصوب على الجول كان قف منطقنا يعني سكو ذي كرو سكو هين كرو يعني هذا الذي يسوي حقبة كيسة سوافق يعني مرك الشيخ يوسف هذا الذي يسوي حقبة كيسة قف هور سكو وافقين وياي هاي قف هذا سوافق دولنا ورجينا إنه نقطة الفتح هي يعني لو نوح مثلي هاي يوسف مدالي بدون جول بنادر إنه والله أربون اهتمام بلو وسين دون وتر وحد جو بدون جول بنادر لو أردنا نقول اهتمام بجار وسين دون وحن سلاين نقل دونته وحكى خبشة أمانك ما جاي ده مجرد كان وين أمانك يسا وحل سكوها لين كرو إيجرتو أمانك سيف عن وحلو قبطو أمانك ما جاي ده نيت واحد بدون يوسف كردين كرو إيه لمبرتو دي وحبان حب وحاجة شقوي كي حاجة مامور كبل حديث إن جوك براندر لاقي خبط جوك كان براندر سماس بدن أكيد جرو يبتوي بدن أستيد جرو دب كحد شقوي ك يعني جوك ككها يعني دب كحرف ضعها حرف ضعها يقابنا يعني قبلك بالقوة مقوها بونامي سؤال بدن الجليل مركو حاصلا أنتو تفتح على خو ها إنه وحكة خبط لو بهن ولو بهن هي وأنا شيء إنه وحكة قبنا لكن إسوافق يعني قفك سيدا حدا سؤاشان أوليغني مركو ميسك سو استاغو مسرحة وصوفولو انتا سوشي عن قبان دونا كو والله بو سدح عن قبان دونا حدنا مركي حيلك لغاقا دو كدقا اسمه وافقان لبادي قد بدو ديب مركات وفيريسو ادرسكا يوسف دالي een aadiyan ee dhaqan siyaasadeedka ama political culture ka Soomaalida hadduu isku noqdo inta badan een qofka een oraahdiisa iyo actioniskii ficiladiisa ma yeeshaan aad u kala duwanaada een sababtu ugu weyn ee isku yeelanayna waxa kamid ah een waxyaalo badan oo loo sababayn kara laakiin sababtu ugu weyn waxaan islaahay waxa keenay waxa waa duruufta qofku u muuqanaysa markii uu banaanka joogay iyo markii uu gudaha shaqada soo galay waxyaalaha een realistic ee shaqada gudaheeda yaa aad u kala fog soo markuu qofka runtii soo dhaxgala markuu ka duunaata markii uu banaanka joogay xaaladda jirtay een aniga markuu waxaan islaahay filasho badan oo dhamaan wixii uu ka sheegay meeshan oo ka wada qaban doona ma filaa inay jiri doonto waxyaalo badan oo gaabsi ay jiri karo laakiin ugu yaraan waxaan isla bacda waa nin oday ah oo horan u soo shaqeeyay khibrad horana haysto uu yahay haddana khibrad labaad uu haysto uu yahay ugu yaraan waxaan isla ugu yaraan 160 wuxuu sheegay xataa haduu qabto waxa uu noqon doontaa credit fiican oo dadka kale ee goolkan Brandir soo maray ee xabka ka doon waa wuxuu sheegay oo dhaami karaan waa yahay maxmuud oo midaas aan ku soconno Yusuf Madali gudoomiyaha gobolka wuxuu ka dhawaajiyay in uu maalin gaar u sameyn doono uu qaabili doono uu dadka kale ee qaabilaad uu sansiinsiin doono dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee gobolka Banaadirna ku nool maxay ka dhigan tahay ee dabcan waxay ka dhigan tahay yaani shacabka matalo wa qaabili doona albaabada kama xiran doono oo way iimaan doonaan fasirada noocaas ay noqonaysaa maxay leey gudoomiye sharaf u tahay in dadku matalo nooc walba ahaadaan schedule uu sameeyo weekly ah isbuucaas yacni xafiiska joogo maalin mutaqaana shaqaalaha gobolka inuu yeeshaan midaan xoogaan saarno uu yidhi dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee lugaha baahiyaha ka qaba indhaha dadka dhagaha baahiyaha gaarka qaba yaan si toos u qaabili doonaa dabcan balanqaadkaas inuu fuliyo ka rajaynayna gudoomiyaha balanqaadkaas inuu fuliyo ay ka rajaynayna dadka baahiyaha gaarka qabana waa dad bulshada ku dhex jiro waa dad xuquuq leh waa dad yacni waajibaad in la iska saaro il gaar lagu fiiriyo mudan waay marka waa wax yacni soo dhaweyn mudan waa hadduu gudoomiyaha yari dadkaas waa qaabilaya dadkaas muxuu ahay waa ka warqabaya ka warqab joogtaha u sameynaya waa wax aad loogu farxa waa wahgaag waa soo gabagabaynaya dhowaan waxaan galayaa waxbarashada iyo caafimaadka ee gobolka Banaadir Cabdifataax waa la daadajiyey waxbarashada gobolka Banaadir wasiirkii gool waxbarashada wasiirka waxbarashada markuu ahaa yaa waxbarashadii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada wasaaradda waxbarashada ay leeyihiin maamulka gobolka Banaadirna waxay leeyihiin agaasinka horumarinta waxbarashada waxbarashadii waa loo daadajiyey wasaaradda caafimaadka ee maamulada kale gobolka Banaadir maadaama uusan isagu dowlad ahayn agaasinka waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir welina baahiyihii loo baahnaa ma daboolaan la yiraahdaa oo isbitaaladii iyo weliba waxbarashadii see kula muqadaysaa horta waa runta waxbarashadii iyo caafimaadkii hadda maamul goobta Banaadir waa loo daadajiyey laakiin waa in la isweydiiyo daadajinta la daadajiyey
محامي أنا واي أبورتي صوبته محد لسه علني إسخاب قبس حب بدنه هذا واحد تاجنا مال مدوية كوساب سنة تصاله وكلاهته أرضه يمركو ورب سكول كينو كبد الشو سكول كود جانا ما نمت كلينو بد الشو مركو وربك قبل كبناندي الواحد نجاسي بحبر شذو حيل هذا وينو ورقد أنا يا مال قاطع أرضه جالسات العك كيمه ده بوشي جالشان تمن دولارات إني نتوب بحيه وقبل كقاطع وزارة حبر شذو نوحي تري ما يورقد أنا يا نلاقي قاضنا ولي بصفرية وأرضه كقاضنا وهي دم ببركة دجال هوساد بحاجه واحد وحبر الشذا إيو إن كوس وزارة وحبر الشذا كده حي حلي دم كان بين سياسي هاي ودم بيدور شو إنك وحيا صالح قاله ما مولدي مسؤولات كقبل كبنندي ودور جرو حنا رج من شرر قبنايو وميدي كعبنايو وده هاي أنا سو سكتور طول كوس أبسم إن شقوين كانوا قد حي وزارة وحبر الشذا ما ممكن قبل كبنندي ران أجران مركو حالك اسك دري ميسا مركو ظروف كو صابسان اه شقدي نس ديسكريبشن اسن كلاين قال عدين ما ممكن قول كبناندر اغاسن كيس وخبرشه ما حقوق ليه حقوق ليه ما هو اي بي سي ما هو حقوق ليه وزاره وخبرشه حقوق ليه يلا نس ما هو مركي كلا ريتيفيكيشن مجرين هل مرة مركز قاب او لا حو جعل اها ما ان خرس كتورا لو وريجي الى قول كبناندر وخبرشه كو وريجي ايدي مركا ايدو دراسات لا سمينين او ميلو بدن لا ايغينا تاسكن واحد عفمات كانت وا لسقطا ميل اي كو فورن اسكو ان ان اسبيتالو بابليغا اما اسبيتالو بابليغا اي لي هين اسبيتالو انا تو بابليغا جرو او واحد عفمات قول كبناندر كو فر غارينيسو دات قول كبناندر دات كو بدن عن شوران لا قادا isbitaal hebel isbitaal hebel isbitaal hebel oo degmahebel ku yaal free waa dadka caafimaad ha u doontaan meel lagu yiraahdo ma jirto marka uu waa uu iska shaqo abuur dad dhan yar intii loo sameeyay haddana shaqooyinkeeda aanu follow up lagu sameeyno dib loo raaco wixii la idin diibto maxaa ka jira aragtidaada maxmuud aragtidaydu waxa weeyaan maamulka hore horta ayaasinka sameeyay oo ka horreeyay gudoomiyaha gobolka waa sax wixii maamulkaas hore uu kasoo qaldoomay ayaasinka oo waxbarashada ay ku jirto ayaasinka caafimaadka all of thing yacni sixitaankiisa waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maamulka cusub ay sixi doonaan qaladaadkii hore u dhacayna ay wax badan ka baran doonaan marka aragti ahaan waxaa weeyaan in yacni daraasaad guud ay ku sameeyaan waxyaabihii hore usoo qaldoomay sixitaankoodiina mataqaanaa loo sii gudbo waan rajaynaynaa in maamulka muxuu ahaa sheekh yuusuf uu hoggaanka u haayo in wax badan oo badan oo badan oo qaldoomay ay sixi doonaan waa soo gabagabaynaya isla adiga maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa shacabka gobolka banaadir in mataqaanaa maamulka cusub ay la shaqeeyaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale asagana waxaan hawada u marsiinaynaa baaq ah in dad karti leh asiga muxuu ahaa dadkaas kartida leh markii ilaahay kuma darnaatay waxqabad wanaagsan ee la imaadaan asigay sharaf u noqonaysaa soo marka in dad karti leh oo yacni agaasim qeybihiisa kala duwan agaasimyaasha guud haddiiba muxuu ahaa yacni waxa la bedbedeli doono kolley wax badan waan isku shaanayn doonaaye in dadkaas dad dhaamo dadka hadda la bedelayo macnaha qofka loo bedelayo maxay tahay qofkan wuu soo shaqeeyey qof kale tahasii hoosha mataqaana yani hore ee u socda qof kale hala tijaabiyo marka qofkaas yuusan noqon qofkii la bedelay qof ka liito balse ha noqdo qofkii la bedelay degmadaas ama agaasinkaas ama qeybtaas qofkii laga bedelay qof ka howlkarsan yacni ka fareesh yacni fareesh badan iyo muxuu ahaa wax badan isku jiidi karo wax badan wanaajin karo wax badan soo kordhin karo experti ah in mataqaanaa loo dhiibo taasaa muxuu ahaa ugu dambeyn ku baaqay cabdifataax ibraahim cashara maxaa ku gabagabeynaya ugu dambeyntii aniga baaq waxaan u jeedinaa gudoomiyaha gobolka banaadir halkaana lagu diraayo gudoomiye madaale waxaan leeyahay intaad gobolka banaadir aad joogaysid iyo qofka saldanada rabbi aa bixiyo inshaallah waxaa laga inaadan rajo badan ka lahayn inaad soo noqoto inaad dhici doonto haddana waa timid oo waa ay dhacday qofka banaadir marka waxaa loogu baahan yahay fursadaha uu helo inuu ugu faa'iidaystaa inuu legacy ka tago gudoomiyuhu ani waxaan qabaa in gobolka banaadir
سدح لجسي بس هذا وتكتب لجسي وكوادا بنتجي سو حواي مامور ونقل جبل كان بلندر وكذا ومامور هذا كيبي ذيك الدولة جبل كان كجرو ده عامل ده جسي ماشى ده عامل الدنيا شد بمون كادية عامل لا ما إن هذا بلندر ذكي ده ويجي سو كسر بس مامور تاج بلقح ولا تعبان كراء وحكر ذيك المجال ميتو إنها كتكت تاس مرك أديكنا سمعاد وقوة أبو ريسا دتك جوار كبلندر ودال بدن وكم بقلا أو نسماس بدن كعبان أي أو دتك أد جوار كبلندر لو عبان أيه واحد بدن أبو كشا لما بروان مرك إنه مامل كفكس كساري يصير دي بو هنجاجو ما هو سمين لا مامل ك لما برتو إنه ددال بدن كبحيو إن جوار ديجان مجال يعني تواصل معي أو جوار دي ديجان كمجال يعني تواصل دورته دور شكو يمدان ولا يصير سوق كتاعه لما برتري إن شخ أبور هو بهذا مقسم له. بقى كان أنت برندر عن شورته وجب بدن عكسه حرارة. شغالان جوك برندر كشقين تيجي وعلى صعنة. إن شخ أبور لطعمن كرو أو دنيا الصومالية وحصاب برتاي ما هذا نيتو. لقيا بحدي فرصة هستاني أخونته اللي لف أيدي سنة وح بدن إنه قبل كان يقولين لعين. يدستو وشخ أبور في عن أو بيرو كهلي كرو كلدت في عن إنه صمينة وقلا ضربار بها. وهذاك آدي أربع نجوم هتعلن يا عبد الفتاح إبراهيم عشرة يوليبا محمود محمد موسى وقيانة الصوماليين من يرد الصوماليين أو سياسة آد ولا فجورة قيبكا ضد الشباب اللي قيب جليين مامل كعصب جبل كبنادر مدحوينها فدرالك الصومالية وأم جعابي يوسف حسين جمعالي مدالة أو قدونك جبل كبنادر هرؤوس النقضي تيرم كي مدحوينها هذا الجوجا أي حسن شيخ محمود محل غفلي كرا معلومها صوص هذا والله مجعابي دانه كحجينا ده قدونك جبل كبنادر إيه وليبا طلابة ده حكتا إياه دقمون كان جبل كا أو إياه كقوله وح بدن لقفل إياه وأنا ما هدعلينا يا ضدي عاو أنت عس أيان كوه كنا يا أنا جو علي عمر عبد الله سو جاسمي لما ولا شك قيب قاتي كاميرا ده أدبان وبس سنتين إن جو أسكت دوبان نبتدي لي